السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي معنا طرو صنويت دي ناف البيجو، هذه واش فيها مشكل. عيط لي مولاها قال لي الفونتيلاتير دي ماري ما يحبسش وطلعت له سخانه 80 طلعت له فوق ال 90، فاتت له طلعت للروج كروا افون بون الجلاسيول فيها كما تشوفوا فيه في القرعة او كاين الجلاسيول كاين فيها. مولاها قال لي عندي لابومبو كان بعيد باش جابها لي، قال لي عندي على جابها على اساس عنده بومبو، اما زدت ما نسيت حتى شيء. نوطها الطوموبيل سخنت مسيت لها لي ديريت، الطوموبيل مش ماشي ياسر مسيت لها لي ديريت. ابارامون عنده ترموستا ما عندوش بومباو باسكو ما يروحش فيه ما مون 340 ميل. الطوموبيل لاباس عليها، في البيجو معروفة اللي عندها ما الترموستا هو اللي هي تعمل لها مشاكل. قلت لكم طلعت له تمبراتير للروج ديريكتومون، قلت له اول حاجه ترموستا او جاب لي ترموستا تاعها تجي بها بالمانو هاي جديدة. البيجو معروف في ال في ال واش اسمه في ال في السخانه في الترموستا في اللاج دي ولا في الليسانس سي لا ميم شوز. دروك ان شاء الله نحلوها ونشوفوا نبدلوا لها الترموستا تاعها ودروك نعطي لكم واش كاين فيها باذن الله كلش. بون بعد تنحى خوتي لازم نحيو فلتراير الاول، هو الاول ومن بعد نحيو هذا السيبور تاع الفلتراير عند زوز ديس او يحكم هنا في لابيب، بعد يحكم في لابيب من بعد هي حكمة بربعة دي ساكن تشوفوا فيهم هما ربعة. أننا أول حاجة قبل أن نحيوها هي نحيو لي كولي تاع الماء تاع لي ديريت ونحيو لي طوال هدايا باه نجمو نحلو الكولي لي تحتو هذاك باسكو كولي السراج هذاك ولا فيش تاع المانو هادي مفروغ منها. دروك نحيوها إن شاء الله نعتركم كي او قبل وكي نركبوا جديده قبل نقفلوا الفلتراير لازم نبرجوها من هنا صح نحلو نبرجيو نصبوا الكلاسيول ونبرجوها باه من بعد نقفلوا الفلتراير. درك نحيلها واش قلت لكم لي كولي تاع لي ديريت نحيو لي ديريت ولافيش تاع المانو ونكملوا نحيوها ان شاء الله. هاي نحيتها الترموستا ما تنجمش تعرفها باسكو قلنا تقعد مبلوكيا. دوك نحطو لها جديدة بإذن الله وكما قلت لكم وشنو ديريتا اللي من تحت تتنحى بحيلة، هذه ديريتا صغيرة ما تكونوا على بالكم. حنا نعرفوا نحيوها ونديروا الفيديوهات عليكم انتم بركة باه الناس اللي تحب تتعلم واللي عنده طوموبيل كيما هذه يعرف لاستيس ولا تشبه لها يعرف لاستيس كيفاه تتحل وكيفاه تقفل كيما يقول ولابان وين هي وين تكون باسكو هذه بها تكون في لابومبا ونستبعدها نستبعدها خلاص باسكو هذا الطوموبيل بالكلاسيون مش توزد في ساعة لابومبا تاعها الجوا تاعها ويجي فيها بها تكونوا على بالكم. انا اللي شفته ديجا لازم تقول له الجوا اسكفاه ولا ما فيهاش. درك راني ندخل في الديريتا التحتانيه شويه خيله برك حتى ما بالزيدين حط لها لي بولون تاعها ربع ديس هادو هذا واحد ام جيو طوال باينين اهم هذا مزيان نسيروهم ونقفلوا الكولي تاع الديريتا التحتانية قبل نركبوا الحوايج الاخرين الشيء الاخر
نعطيكم لا ريفيرونس تاعها في السازيك لا بيب تاع الترموستا اي 33405. باه الواحد ما يدخش فيها. وهذا لو كاتريام دوك نسيريوهم. سيري الكوليت على ديريت اللي من تحت ركبوا لي ديريت ان شاء الله ومن بعد لكم كيف تفرجوا بليس. وصلنا بها نفرجوها فضيت كلش حلو هذايا عندكم يطيح الجمبرك المهم يطيح تلقاوه في تاع الاندوس اس بي ولا حاجه نصبوا له الماء حتى يخرج على البرجر والسلام عليكم وكملنا نكونوا باذن الله كملنا خدمه كامله والسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين. طلعت الدياغنوستيك تاعي هو صحيح لابيب تاع الترموستا سنيتها ديمارات الفونتيلاتور طلعت الفونتيلاتور 90 ديمارا الفونتيلاتور وحبس درك نزيد نسمع فيه ديفاري ديماري يقعد 20 سكون ويحبس درك نشوف الفونتيلاتور هاي ملاحة قاعدة ملاحة سيتي لاترموستا مش كيما قال لي لا لا تنفعو جاي كون جربت كيما قال لي هو لا تنفعو كل محل ولا شيء يعني بدون بدا في الله يعني لا تنفعو ومن بعد تلقاها خاطئة ولا الله غالب ما يعرفش ما يعرفش حل الامور شنو هو كاين ربي يهدي مخلوق المعقول وكاين ناس اخرين يديروا الحكايه يتبع مولاها يقول لك انت اللي قلت لي اول ما زاد الضغط في نهار المنبيع اي نقص خرج الهواء كيف تبقى الفيديو بما يجيش طويل ديماري نمشيو الفيديو ان شاء الله هاي ديماري طرق بعد نحسبو لها لي سكون هاي حبس كما قلت لكم في لي 20 سكون بندو تحبس درك باسكو نقصت شوية ماء على ديك اللي قاعد بندو الحمد لله نقول لكم السلام عليكم نتلاقاو في فيديوهات اخرين وكاش معلومات اخرى ان شاء الله يستفيد منها الناس الكل ما تنساوناش بالجيم بارطاج ورحمة عن الوالدين والسلام عليكم.